احب ارحب بضيفتي النهارده خبيره رسم الحنه روان النجار. ازيك؟ الحمد لله نورتيني. الأخبار. ميرسي جدا منك عامله ايه؟ بجد. الحمد لله كله تمام. بصي، ليله الحنه دي بيبقى يوم مميز جدا بالنسبه لكل البنات، كلنا عارفين ده صح؟ بالظبط. فعايزين نعرف كده ايه الحكايه ورا يعني تقليد الحنه. الحنة تقليدها هي تقليد فرعوني الأول، وبعد كده بدأت في النوبة بس بشكل مختلف لحد ما اتطورنا وصلنا هنا. فبقى في الأول كانت في النوبة، بتبقى مختلفة تماما عن القاهرة، لأن هما بيبتدي اليوم من الأول بذبايح وبيعملوا أكل لكل القرية أو كل البلد ومش عارفة إيه. وبعد كده بيبتدي بقى لحد بيبقى كله بقى ميوزيك ورقص، يعني الناس كلها بتبقى مبسوطة وفرحانة لحد ما بيبتدي بقى هنا وصل للقاهرة. فالناس بقت تعمله بأشكال مختلفة، في ناس بتعمله وفي ناس بقت تعمله إن هو حنة جيرز، فبيبقوا في بنات بيحتفلوا بيه، زي بيجيبوا ويدنج بلانر ومش عارف، او بيبقى ديكور وحنه يعني هو بيبقى لذيذ عشان بيبقوا البنات مع بعض، بيبقوا عايزين يلبسوا لبس معين، بيغيروا كذا اوتفيت انديان، وبيلبسوا حاجات هواي وبيلبسوا حاجات نوبي انا كنت عايزه اسالك بقى وهكذا. على ايه الترندز الجديده في عالم الحنه. يعني دلوقتي في الاول هنتكلم عن حفله الحنه وبعدين هنتكلم عن رسم الحنه، اوكي، فعايزين نتكلم على ايه الترندز. يعني زي ما بتقولي كده ان هو زمان كان شكل ودلوقتي شكل تاني خالص. زمان كان بقى الكلاسيك ان هو رسم الحنه، وان البنات والستات بيتجمعوا في بيت العروسه وبيقعدوا يرقصوا ويهزروا ويهيصوا وبتبقى ليله جميله جدا. دلوقتي بنشوف بقى اشكال مختلفه لحفل الحنه، بيبقى اللي هو زي ما بتقولي بيبقى فيه ايفنت بلانر بتيجي بتوضب بتعمل ديكورات مختلفه والعروسه بتلبس لبس مختلف. بس الموضوع اتغير ازاي كده على مدار السنين؟ يعني اتغير لان زي ما قلت لك الويدنج بلانر بكل فتره بيبتدوا يعملوا حاجات تريندي، بيشوفوا ايه فكره جديده ممكن يعملوها فالناس تبقى حابه ان هي تعملها. زي الاول مثلا قبل ما يبقى في حنه للبنات بس، كانت حنه بيبقى فيها ولاد وبنات، وكانت بتبقى حنه زي الحنه الشعبي بيبقى في الشارع وبيبقى في ستيجز وكده، ما بتبقاش حنه يعني، وبيبقى بيعملوا الحنه اللي هي الطبيعيه اللي هي بتتحط في الايد يعني، كولاد وبنات والعريس وصحابه والعروسه وكده، قبل ما يبتدي اصلا الناس ترسم حنه. بعد كده اتطورت انه الويدنج بلانرز ابتدوا يظبطوا انه لا احنا هنعملها بشكل احلى، بشكل ان البنات تتبسط اكتر، ونخليها للبنات بس عشان كل واحده تبقى عايزه تلبس براحتها يعني، يتبسطوا مع بعض. فابتدوا ان هم يعملوا ديكوريشن معين، بيجيبوا حد للرقص بنات مع العروسه. ايه الطقوس بقى؟ يعني ايه الفقرات اللي بتتم؟ يعني ايه الحاجات اللي هي اليوم بيمشي ازاي؟ يعني انا حنه ارتست، فيعني شويه لسه مش بعمل ويدنج يعني، ان هو بعمل حنه بارتيز بس انا عندي باك جراوند شويه عن الموضوع. هو الموضوع الاول بتبقى لابسه دريس مثلا، وبعد كده بيبتدوا بقى يغيروا اللي هو مع الميوزك، يعني مثلا هندي فبيجيبوا ساري مثلا وبيبقى ميوزك هندي فبيرقصوا شويه هندي، وبعد كده بيبتدوا يغيروا بيبقى نوبي، وبعد كده بيغيروا بقى واسباني وحاجات يعني على الاوتفيت، بيجيبوا ميوزك تبقى لايقه مع الاوتفيت، والبنات كلها برضو بتبقى لابسه شبه السيم وكده. وفي ناس دلوقتي بتختار سيمز معينه، يعني اللي هو لا انا مش عايزه ابقى سيمز كتير، انا عايزه البس بس دريس فرح بس مثلا بشكل معين وبس حاجات كده.